أعزائي، الآن تعرفون بأنه المعركة القائمة بيننا وبين الآخر، وخصوصا النهج الوهابي أو أتباع ابن تيمية، النهج التيمي بعبارة أدق، المنهج الأموي قائم على تفريغ الواقع الشيعي من البعد ماذا؟ من البعد العقائدي، وإلا اطمئن طبعا ليشتغل على البعد الشعب، على البعد الشعائري عندنا أيضا بشكل شديد، ولكنه هو يعلم أنه أساس هذه الشعائر كلها ماذا؟ في البعد العقائدي. فإذا استطاع أن يسقط هذا البعد العقائدي يسقط ماذا؟ كل لوازم البعد العقائدي من الشعائر والسلوك وغيره. هو مشكلته مو معنا أنه احنا ما نتكتف وشنو، وإلا المالكية أيضا لا يتكتفوا، ما عنده مشكلة معه. المشكلة أين؟ في البعد العقائدي اللي يولد هذه اللوازم الشعائرية وغيره. أنا كم ملاحظة عندي للأعزاء فيما يرتبط بالأبحاث العقائدية أعزائي. أولا أعزائي، عندما تطرحون الأبحاث العقائدية اطرحوا تلك المسائل التي يتحملها الناس منكم. لا تتصور أنت قاعد في حوزة وطلابك دي يدرسون ما أدري عقائد عالية أو فلسفة أو عرفان، أبدا. وإنما افترض كيف أن إمام الجماعة عليه ماذا؟ أن يراعي أضعف المأمومين، على المبلغ والخطيب أن يراعي أضعف ماذا؟ أضعف السامع. وهذه مو وصية مني أعزائي، هذه وصية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أكدوا عليها بشكل صريح وواضح وواسع النطاق، ولكنه مع الأسف الشديد نحن لا نلتفت إليها. أنا هذا البحث عرضت له في كتاب علم الإمام صفحة 457، قلت قواعد تتعلق بالمتكلم. إنسان عندما يريد يتكلم هاي القواعد مو من عندي، مو من التجربة والممارسة محصلها، لا، هذه قواعد أخذتها من أين؟ من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقرأ لك بعض الروايات. قال: لا تحدث الناس بما لا يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا يعرفون يعني شنو؟ يعني هذا الإناء يتحمل هذه المعارف أو لا يتحمل؟ لا يتحمل. ليش تقول له يا أخي؟ إذا تحمل الإناء قل له. أتحبون، قال أمير المؤمنين، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون وأمسكوا عما ينكرون. مو عما هو منكر في الواقع، ولكن هو يتقبله عقله. هاي بعد اللغة واضحة أمامكم. كثير من الناس من تتكلم ويا شي يقول لك، يقول لك والله عقلي ميشي، وحقه والله مو عميل ولا ماخذ من أحد فلوس. يتحمل لو ما يتحمل. لماذا تحملوهم ما لا يطيقون؟ ومن كسر مؤمنا فعليه جبره. أنت تدري ايش تسوي؟ بعد الإمام الصادق رحم الله عبدا استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا. وكيف يا ابن رسول الله؟ قال: بأن يظهر لهم ما يعرفون ويكف عنهم ما ينكرون. رواية ثالثة أو رابعة: ليس هذا الأمر، يا أمر، أمر الإمامة والولاية، ليس هذا الأمر معرفته وولايته فقط حتى تستره عمن ليس من أهله. هذا من شروط الولاية. وبحسبكم أن تقولوا ما قلنا وتصمتوا عما صمتنا، فإنكم إذا قلتم ما نقول وسلمتم لنا فيما سكتنا عنه فقد آمنتم بمثل ما آمنا به.
بعد خالط الناس بما يعرفون ودعوهم عما ينكرون ولا تحملوهم على أنفسكم وعلينا إن أمرنا صعب مستصعب. كل معارفنا لا يحتملها الجميع، هذه كلها لخصوها تحت ماذا؟ عنوان واحد، وهو أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوله. هسه هذا في أوساطنا الشيعية، ولكن أنتم تعلمون الآن بعد أبحاثنا اللي دا نتكلمها على المنابر حتى في مجالسنا الخاصة بعد تختص بالشيعة لو دا تخرج على الفضائيات في العالم. إذن عليك ملاحظة أخرى، وهي أنه قل ما يمكن أن تثبته حتى لمن لا يعتقد بمدرستنا. إذا وجدت أنه غير قابل للإثبات من الطرف الآخر أيضا حاول ماذا؟ طبعا يكون في علمك 90% مما نعتقده موجود أي، ولكن يحتاج إلى تحقيق. فلذا أنت لا أقل على المنبر لا تقول أجمع المسلمون، لأنه هذا الندى اللي شوفوها هو اللي يخرجون على الفضاء يقول شوفوا هؤلاء كيف يكذبون، وين أجمع المسلمون؟ لا أقل قول علماء مدرسة أهل البيت أشك، بعض علماء مدرسة أهل البيت أشك. صيروا دقيقين ماذا؟ في النقل، في بيان الحقائق. الوقت تجاوز. القضايا العقائدية هذا الأصل فيها، من الأصول فيها إخوان الأعزاء اطرحوا تلك الأمور العقائدية التي بها أبعاد اجتماعية وأخلاقية للناس، تلك الأمور النظرية التي هي لأهل التخصص مهمة، ولكنها ماذا؟ ها؟ لا يفهم ضرورتها أصلا، ولهذا يسأل أصلا شنو ضرورتها، هاي موجودة لو ما موجودة؟ أعطوها البعد ماذا؟ الاجتماعي والأخلاقي. وألخص كلامي بما بجملتين ذكرهما المحقق الطوسي، مو الشيخ الطوسي، محقق الطوسي شارح الإشارات، قال على الخطيب على المتكلم أن يراعي أصلين، طبعا أصول أخرى بينا بل هذين أصلين مهمان، أن يتكلم بما يفهمه العامة، هذا اللي قرأنا، وأن لا يعترض عليه الخاصة، لأنه قد أنت تريد تستجر عواطف الناس، محبة الناس، دمعة الناس. بعض الناس تقول له، يقول له إذا ما أقول هالشكل ما حد يبكي. الجواب لا تستجر دمعة الناس بأمر غير واقعي، وإنما استجر دمعتهم بما لا يعترض عليك الخاصة. ونسألكم الدعاء.